اوكي، السلام عليكم سلاي وبركاته، معكم اتش بي وبحلقة جديدة من لعبة جديدة. اسم اللعبة وارم اس اعتقد يجي، فما راح اقول لكم ابد ان اللعبة هاي تقليد الاستدار ايو، ولا راح اقول لكم ماخذين فكرة منهم لان انت راح تدرون. بس راح اقول لكم شنو اللي حبيته بهاي اللعبة. فقبل كل شيء حطوا لنا لايك واترككم ويا الحلقة يلا. اوكي، اوش اكو كم مود ما ادري شنو هن، فراح نلعب اول شيء فري فور ال يلد. اوكي عشان هاني يلد. الحلو باللعبة هاي دي انه ماكو لا يلد او اف بي اس. هذيك يلد لا شنو دوري ابويا نوبويا. اوكي ما راح يقولون اللعبة هاي ما بيها لاك، هذيك اللعبة ما بيها لاك، بس يجيني منها دروب يلد. شنو ذولي؟ اوه يا عمي دايم صرت الاول يمكن ما ادري ما بعد حتى لا خرافيه من هسه قلت لك اوه لا شنو ليش ليش؟ اوكي اقول لكم شنو اللي عجبني هاي اللعبه كل شوي اقول لكم اني فلوس اقصد شو اسمه هذا. اوكي الحلو بهاي اللعبه انه الماب مالتهم صغير وثانيه ما فيها هاكات تقدر تطي صاحبك هيك يعني دعم وتقدر تسوي يعني اكو مود مال تيمات يمكن وهم تمشي بسرعه. بس ما حلو بهاي اللعبه انه هو شو اسمه بابا نسيته ما تقدر تلف حول الفريسه يعني تتلف هيك ما يصير بجد شو اسمه فما يصير. اوه يا عمي جيبا وروح. اوكي فراح ايش راح نسوي احنا هاي الحلقه؟ راح ندعس يا ولد ندعس مثل ما دعسنا بالاول. بالاول انا ما كان قصدي ادعس، صار لي قد ما العب اللعبه بس دعست. اوه يا عمي ايش دي يسوي؟ دي يسوي اوكي دي يسوي لك افتر حوله حصره. ما اشتريت حصره يعني عادي. اوكي جوني اوكي يمكن اطخ بالها الخط الاحمر. موسيقى حماس يا ولد ما اخلي اي موسيقى اني اخي ايش قد حلو من ما تلعب بالفيديو وما تخلي موسيقى وما تدور موسيقى بها كوبرايت وكذا. جيبه يا بس قد حلو لكن حلو اصواته وهاي وكذا واشياء يمكن تقدر تسوي سكن. انا حتى اسمي ما سويته تدري بدي اسوي سكن. اوكي يا ريت تنشرون المقطع بين اصدقائكم يا ريت ويا تعطونا لايك خاف من اعطيتوني بالاول. اي يا عمي جيبه كاش كبره هذا يفتر حول الاصدقاء او مو الاصدقاء داحس ثاني حول يعني الدوت. اوكي يلا اوه يا عمي امشي اوه يا عمي ركب راسي براسي جاي ماي فرد ما صرت له انا زياده السكور ماتي والله واي كبار واي كلش. هسه نقدر نفتر حول ذول الكبار يعني او الصغار بمعنى الاحرى. ايه هذا كبير يا عمي تعال جيبه يا حلاوه. اوكي يعني نريد كبار احنا هسه ما نريد صغار هذا المستوى اللي ما نريد بيه اي اوه يا عمي هسه تقدر تفتر يعني انا ما شفت تقدر افتر يعني فلذلك قلت لكم ما تقدر تفترون عشان راح اطق. اوه هذا ياذيني خلنا نطلع بسرعه صراحة هذا الاسود. اوه ويلي جي ماي فرنت اكل لعبه خرافيه يا ربي شنو؟ اوه زوم شوت. اوه يا عمي هك دعاسهم ربي. حلو والله احسن من ذي شيء انه تقدر تسوي زوم بدون اي هاك انت ليش استداريو اوف بنظري شفت هاي احلى ذيشة بيها دروبات وبيها لاك وبيها كل شيء هاي هسه عجبته بهاي عجبت يلد. اوه يا عمي نفتر حول هاي احلى ولك لا تجوني. اوكي هسه حاليا انا مستواي يعني تقدرون تقولون لا باس به هسه راح تجينا الزوم يلد اعتقد يصير عندي لاك بعد دروبات لا قليل يعني قليل مو مثل ذيشة ما اقدر العب بس اقتل لي واحد تلقلق هسه اسوي سكين ونسوي حركات يعني حلوه. اوكي اعتقد اشوف الماب اللي فوق. اوه يا عمي
واو حلو. هاي يمكن مثل شو اسمه مثل اقاريو. حلو حلو حلو. اصلا مو مسرع نجربه. هنرجع يعني لعبتين بلعبه واحده تخيل بس. اوه يا بس اسوي بدل فلوسي. حلو تقدر تشتري اشياء شبكه تشتري ما ادري شنو. حنجرب الشبكه والله. اشتري ما يصير كذا. اي ما يصير. ازلني عده. نشتري المايك هذا او الزوم. دوس حلو اشتريناه. هسه نرجع الى البلاي ماي فريند. هاكي راح نجرب غير مود نلعب. نقدر نلعب ويا اصدقائك يعني والله شيء حلو. راندوم تيم. اي حلو تقدر تلعب ويا تيمات يعني وكذا. فراح نجرب نلعب ويا تيم طعم. اوكي احنا ويا تيم جرب تاخذ سكين ما عرفت. قلبت باي اللعبه لقيت انه اكثر ناس يلعبون هاي اللعبه هم روز ماي فريند. اوكي اوكي اوه يا عمي الاقدع عازم ربي شنو انت حبك حبك. صار عندنا او يا عمي او يا عمي ايش ما اخذنا اخذنا ماكو مشكله. تيمنا حاليا خسران مو اقل من الريد. يمكن هذا ريد ما ادري. اوه كذا هذا شلون. اوه يا عمي شلون انتحر انتحر. حلو حلو حلو. هين زو ماي فريند. شوف اصدقائك هنا تشوفون هنا اصدقائي اصدقائي شنو اصدقائي. شلون داستين طايم. نلعب مره لخ. بكت تفوز يعني تيمنا يفوز. اوه والله متقدمين احنا متقدمين. تقدر تطب بتيمك يعني مو بس هيك تساعد تيمك هيك تعطيهم حبايات يعني وكذا. اوه جو 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 ما يفرن جو جو تعال لك تاتي تموت. انا اموت انا اموت ليش. هاي خلينا نجرب غير شو اسمه شنو هاي تصير فول جيم ما حد يلعبها. شوف فارغه فارغه خلينا نطلع مع بعدين نلعب غير شيء. هانجر جيم اي ديفول ديفول هاي نفس ماينكرافت. هم يفول ننتظر كلهم ينزلون يا الله اكشي. هاي اخليكم رابط اللعبه جوا بالدسكربشن اذا حبيتوا تجربوها. اللعبه مجانيه ماي فرند فياب. اوكي فول فول راح يبدي الوقت التنازلي على مود ننزل. ما اعرف صراحه ما اعرف شنو فكره ما اعرف شنو فكره اللعبه باختصار. يمكن كن ذات موت ما تنزل والله ما اعرف ما مجربها قبل. بس اوه جمع فلوس والله حلو. اوكي هاي الفلوس تقدر تشتري بها يعني زوم وكذا. اوكي جي جي عشان بعد تحمست شويه. اوه يا عمي عشان خط الاحمر يطلع لي جوا جيبه دايم شلون مزيت هيك. اوه حلو حلو حلو. لا مو زعل مارت شنو حلو بالموضوع. اوكي شنو هاي. اوكي ننضم ويا ويا ماكو جماعه عربي. اوه اردن ما ادري اهم. اوكي جون عرب كن ضمينا التيم ما ادري شلون والله ما ادري الزبد. خلينا نلعب. ماكو احد بتيمي فلهذا ما نقدر نلعب. اقدر اسوي يعني شلون تيم يعني انشئ تيماني وكذا. نرجع نلعب فري تو بلاي. اوه يا عمي اوه يا عمي اوه يا عمي اوه يا عمي كبير ياكل الزاوية اذا تناطحنا يعني. عادي نلعب من جديد يا ديد. اوكي فلوس هم ماكو فلوس هنا. جي جي جيبا استحت حمست. اوكي شوف انه واحد كبير يلد بس والله حلو اللعبة خرافة انصحكم تجربوها. كافي تشلمت. اوكي شنو هذا؟ ليش سوى هذا؟ احاول اكتله احاول اكتله 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 دايم شنو؟ اوكي عادي ماكو مشكلة. اوكي شو اسوي هيك؟ والله ما اعرف. فلوس فلوس لا لا. اوكي راح اكتفي بهالقدر. اتمنى عجبتكم اللعبة. اذا افتكرتوها بعد اكتبوا لي بالكومنت. فهذا كان كل المقطع. كان معكم اتش بي جيمر. بيس يا ولد.